والحمد لله رب العالمين. موضوعنا الذي نتناوله في هذا المسجد في هذه الحصص الرمضانية لشهر رمضان 29 400 ألف هو لماذا يفتن الإنسان؟ ثانيا، ما هي أنواع الفتن؟ ثالثا، كيف يثبت الإنسان في آخر الزمان عند كثرة الفتن؟ هذه المحاور الثلاثة إن شاء الله تعالى سنتطرق إليها في هذه الحصص الرمضانية في هذا المسجد. فلنبدأ إن شاء الله بالمحور الأول، لماذا يفتن الإنسان؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالجواب بالنسبة للمسلم المؤمن بدهي، لماذا يبتليني الله تعالى ويمتحن في الدنيا؟ بل إن المقصود من خلق الخلق هو أن يفتنوا ويمتحنوا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. علاش؟ لماذا خلق الموت والحياة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن فأنت إنما خلقت للابتلاء. أنت ترى أن الإنسان قبل أن يولد، تعرفون ماذا تعاني الأم عند الحمل؟ حملته أمه كرها ووضعته كرها. لقد جاء رجل إلى ابن عمر فقال: يا ابن عمر، هذه التي أحملها على كاهل والدتي جئت بها باليمن على كاهلي وطفت بها وسعيت، هل تراني أديت بعض حقها؟ قال: لا، ولا زفر عند الولادة. هي عذابات. حينما يولد باكيا، حتى قال علي بن أبي طالب: الدنيا أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء. الناس من حولهم يضحكون باستقبال المولود الجديد، والمولود يستقبل الحياة بالبكاء. حينما تصطدم أعضاؤه الفتية بأكسجين الدنيا، فإن ذلك يدل دلالة على أنك خرجت لأرض ولدار كلها عناء. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، خلق في كبد مكبدة. من اعتدى من ظن أن الدنيا دار أقرار، دار استقرار، فإنه قد أخطأ منهاج الإسلام وأخطأ نظرة الإسلام إلى الدنيا. حينما خلق الإنسان، ولد وخرج من الرحم ومن ظلمات الأرحام باكيا، ثم وهو ينمو لا تسل بعد ذلك عن معاناة النمو، لا تسل بعد ذلك حينما يصير طفلا كيف يحمل المحفظة وهو يبكي مكرها إلى المدرسة، لا تسل بعد ذلك عن الشباب وما يعانيه الشباب من فتن في الدين وفي الدنيا، فتن كالأهوال، عدم وجود العمل، البطالة، ما يعانيه الشباب من عدم الإدماج، هذا الفرار من بلدنا إلى الضفة الأخرى عبر قوارب الموت، إنها فتن، فتن الشهوات، فتن الشبهات، فتن النساء، فتن الفراغ، فتن الصحة، فتن وفتن تموج كأمواج البحر، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. حينما يصير كبيرا، إذا بالأمراض تلطم جسمه، إذا به كما قال ربنا: هو الذي خلقكم من ضعف، والضعف فيه ما فيه من الوهن، ثم جعل من بعض ضعف وقوة، والقوة فيها ما فيها من البلاء والابتلاء، وهو الذي جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فإذا بالضعف ينضاف إليه الشيب والعجز. إذن فأنت ترى أن الحياة كلها مليئة كما قال مولانا بالمكابدة، بمجاهدة المشقة، بالفتن من كل نوع. السؤال الآن، إذا علمت هذه الحقيقة، لا لم تعلمها، إنك تعيشها. والفرق بين أن تعلم الشيء ولا تعيشه وبين أن تعيشه، وهناك من يعيش الأمر وهو واع كيف يعيش، وهنالك من يعيش الألم
ولا يعرف كيف يتعامل معه، وهذه هي الطامة الكبرى. فالمسألة ليست مسألة علم، إنما هو واقع معاش، والمطلوب من المؤمن أن يحسن التصرف مع الواقع لكي يستثمر إيجابيته ويبعد عنه سلبياته ليفوز في هذه الدار وفي تلك الدار. هذا هو المطلوب. إذن السؤال الأول: لماذا يبتلينا الله؟ كان بالإمكان أن نعيش حياة سعيدة لا تصيبنا الأمراض ولا الأعراض، كان بالإمكان أن لا نصاب بأمراض النفس، القلق والتوتر، أمراض العصر التي جعلت الإنسان يعيش في ضيق شديد. كان بالإمكان أن يعيش الإنسان فوق هذه الأرض يأكل ويشرب ويتنعم ولا ينغص نعيمه أي شيء، لكن ربك شاء، ولله في كل ما يفعل حكمة. إذن فلماذا يبتلينا الله تعالى؟ أولاً، الابتلاء يكون بقصد التمحيص. لا إله إلا الله. فالناس حينما يريدون أن يخلصوا الذهب من شوائب المعادن الرخيصة يضعونها في النار، فالنار تفتن الذهب. تقول: فتنت الذهب، أي أشعلت النار ثم وضعت الذهب فيها لكي أخلص الذهب من شوائب المعادن الرخيصة. فالفتنة، إذن فتنة الذهب، ما هي النتيجة التي تحصل عليها؟ ما هي النتيجة التي تحصل إذا فتنت الذهب؟ أن تحصل على الذهب نقياً صافياً. فالفتن يرسلها الله على المؤمنين لتصفية قلوبهم من كل ما سوى الله. الله، راكم تفهمون أحبابي ولا لا؟ راكم فاهمين أحبابي؟ يفتنك بالجوع وبالعطش، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، غادي نهضر، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أتدري لماذا يفتنك الله؟ لأن الإنسان في حالة الرخاء وفي حالة الحياة الطبيعية ينسى نفسه وينسى ربه، يتعاطى للشهوات والشهبات، لكن الله يحب هذا العبد ويريد أن يصطفيه لنفسه. عبدي خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فلا تشغل نفسك بما تكفلت لك به، واشغل نفسك بما كلفتك به. يا عبدي خلقت لك كل شيء، انت مالك انت؟ انت خلقت لك الدنيا وخلقت لك كل شيء، وانت خلقتك لي، فلماذا تشغل نفسك بما هو دوني؟ يقول رب الدنيا: يا دنيا يا دنيا، من خدمك من خدمك فاستخدميه، ومن خدمني فاخدميه. يا دنيا، من خدمك؟ يعني ذي الروح اللي يخدم ما هو أحط منه. فإن أفضل المخلوقات في الكون هو العبد، هو البشر. أسجد الله لأبيك الملائكة وعلمه الأسماء وجعلك خليفة في الأرض واستعمرك في الأرض لكي تبني حضارة إنسانية متخلقة تحمل نور الله إلى الخلائق، فأنت أمل الخلائق في إخراجها من الظلمات إلى النور. أتحقر نفسك؟ أتحقر نفسك؟ فلماذا والعياذ بالله أنت المكرم، أنت المرفوع بالإيمان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، بعلو الإيمان الذي تحمله في صدرك، بعلو الأهداف التي تعيش من أجلها، بعلو المقاصد التي من أجلها تحيا، ومع ذلك تجعل نفسك عبدا لما دونك؟ دنيا دنيا، انحطاط 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 انحطاط. ربي يقول لك ارتفع وأنت تنحط وأنت تنحط. فالله حين أحب العبد لا يريد أن يشغل بغير الله، فقد خلقك له لتعبده، لتحبه، لتستحي منه، لتتوكل عليه، لتذل نفسك بين يديه، لتطرق بابه، لتنيب إليه، لتحبه. أنت 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 بغيتك الله، بغيتك الله، وأن إلى ربك المنتهى. المقصود وأن إلى ربك المنتهى. أي غاية دون الله هي غاية من جعل همه في الهبوط؟ غايتنا الله، غايتنا الله. ولكي نصل إلى الله يعيننا الله بالفتن، يفتننا لكي نقول: يا الله يا الله فرج عني، يا الله أنا ضعيف قوني، يا الله أنا فقير فارزقني، يا الله أنا مريض فاشفني،
يا الله أنا مكروب ففرج علي، يا الله أنا معسر فيسر لي، يا الله أنا جاهل علمني، يا الله أنا سقيم عليل مكدر القلب فأسكب الطمأنينة على قلبي، يا الله بصيرتي قد عميت فأنير بصيرتي، يا الله. هكذا يريد الله للعبد أن يصرخ دائما ويلهج باسمه الله. إذن فالأولى لماذا يبتليني الله؟ لأعرف الله. فالله يعرف بتقليب الساعات، بتقليب الساعات، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم نصر لتعرف أن الذي نصره هو الله، ويوم انكسار لتعرف أننا إنما انكسرنا لبعدنا عن الله. فثم الله من قبل ومن بعد، ومع الحدث وقبل الحدث وبعد الحدث، فأنت من الله وإلى الله وفي سبيل الله. يا الله. إذن فالسبب الأول الذي من أجله يبتنين الله لنعرف الله، لنعرف أن لله للكون رب يسيره، وأن ليس ثمة في الكون يسير بطريقة عشوائية. إن الله يتجلى للخلق في آياته. هناك في أمريكا التي لا تعرف الله يريد لها أن تعرف ربها بقوة ما يحدثه في الطبيعة من فتن، فكاترينا، فهذه الإعصارات مع قوتها، يقول الله: ألم يروا أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، إنه يتجلى بقوته حينما يضرب الحضارة التي تدعي أنها تتكبر وتتعلى. الله تعالى هنا في آياته: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يخوفهم حتى يعرفوا أن للكون رب، وأنك مهما طغيت يا ابن آدم فإن ثمة مطالب يطالبك. عجبت لمطلوب، عجبت لمطلوب وهو غافل. أنت مطالب من قبل من خلقك، فإنك لم تخلق نفسك، إنما خلقت من قبل الخالق. وإنك أبداً أبداً لا تظن أنك تعيش حرة مطلقة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هنا الله في آياته يتجلى. يا الله. ثانياً، معرفة الله تبارك وتعالى يمكن أن نعبر عنها أيضاً بطريقة أخرى. يقول تعالى: انظر لماذا أبتليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هذا ابتلاء ما شغل الخلق، هذا ابتلاء خاصة لصنف من الخلق. شكون هما؟ المؤمنين. فيبتلي الله الخلق ليعرفوا ربهم، ويبتلي المؤمنين ابتلاء آخر لا ليعرفوه، فقد عرفوه، فقد عرفوه نقلا بالقرآن والسنة، وقد عرفوه عقلا بتدبر الآيات، وقد عرفوه فطرة بما ركز الله في فطرتهم من معرفة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لكن يريد أن يبتليه امتلاء آخر لتمحيص إيمانهم وتطهير قلوبهم مما سوى الله. فالفرق بين معرفة الله وبين أن يرسخ حب الله في القلب أشواط أشواط أشواط، وهذه إنما يكون أهلها المؤمنون، عمار المساجد، عمار بيوت الله، ممن استفهم الله لإحياء قلوب الناس. ليس فقط يعيشون لحياة قلوبهم، يحيون قلوب الناس بالوحي. يا الله. ألف لام ميم. أحسب الناس، شوف شوف، أن يتركوا أن يقولوا آمنا. الله، لو ترك الناس يدعون الإيمان لدخل في هذا المنهاج كل من ليس له أهل. كل الناس يقول نحن مؤمنون نحب الله ورسوله، لكن هذه الحقيقة، فأين حقيقة ما تقول يا رجل يا رجل يا رجل؟ لكل قول حقيقة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما الدليل على صدق إيمانك؟ ما الدليل على حبك لله؟ ما الدليل على حبك للآخرة؟ ما الدليل على أنك تعيش لله وفي سبيل الله، وجعلت وقتك لله، بيتك لله، حركاتك لله، منهاجك؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. ما الدليل؟ أفحسبتم وحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يقولون فقط وهم لا يفتنون. فيأتي الفتنة ويأتي الاختبار،
ليعطي الإنسان الدليل على صدقه في الإيمان أم كذبه في ادعائه الإيمان. فيميز الله بالفتن بين المؤمنين حقا من كان الإيمان حقيقة راسخة في القلب، وبين من كان الإيمان كلاما وشعارا يرفعه بلسانه. يا الله، يا ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهذه سنته في الخلق. ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذا ليس بجديد، هذه سنة الله في الخلق، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، أي صدقوا في إيمانهم، وليعلمن الكاذب الكاذبين في إيمانهم. الله، هناك من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كاين اللي يفتنوا ربي غير بحاجة بسيطة، يجي غير الحمان في الصيف، في المشتى تشوفوا منين يبرد عليه الحال، يجي للجامع يدير معك الحصران ويبغي يحمى، قال لك نصلي في الصف الأول ويدق على الصف الأول. كيجي الحمان، كيجي ابتلاء المسلمين في الصيف بالحمان، المرأة تقلع كسوتها، الرجل يقلع كسوتهم، وبدل أن يؤمم وجوههم شطر المساجد، أم وجوههم شطر السعيدية، فتعروا وذبحوا الفضيلة. هذا اللي كان يسبق الصف الأول، خسر عند أول ابتلاء صغير اسمه شدة الحر. وقد قال الله واصفا من ادعى أنه إنما أراد أن يمكث في المدينة ولا يساهم في الجهيد في جيش العسرة، تعلل بقضية الحر، قالوا لا تنفروا في الحر. قال لهم سيد ربي قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هذا الحر، هذا الحر يا سيدي، ما خلت حتى واحد قابض دينه، جاء الناس مشات للسعيدية تعروا، ملايين ملايين. بريق الشهوات، بريق الشهوات يبهر الألباب، فلا يثبت إلا من رسخ الإيمان حقيقة في قلبه. أما الذي يعبد الله على حرف على سبة، كاين اللي يجي للجامع يصلي خونه غير الصباط، قال لك يا جوامع اللي خونه فيهم الصباط والله لا رصليتها، ترك الصلاة كاملة على الصباط، قاع على صباط، هذا الدين تاعو واقف على صباط، سبردينا سبردينا، أنا لا يصلي لله، أنا الجامع جيت عند المؤمنين. نعم الجامع فما فين يخونك، المؤمنين يخونوا، يبتليك الله في بيته بأن يسلط عليك الشرار، فيأخذون بعض ما تملك ليراك هل تأتي إلى الله بغية الأجر أم أنك تأتي كما يأتي الناس. ذاك اللي يأتي كما يأتي الناس، هذاك جايبوا الماء، الماء يأتي باش كما يقولك غثاء كغثاء السيل، قاعد يجرجروا. واش يا سيدي انت يمجرجر مع المجرجرين؟ فلا تتكلم، فإن أول فتنة تأخذك بعيدا عن صف المؤمنين. يا الله يا الله، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا رسول الله قدوة أمته، صلوا عليه، صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب، صلوا عليه. حبيبنا رسول الله ابتلي ولم يبتلى أحد مثل الحبيب، فإن جاءه عتبة بن أبي ربيعة يعرض عليه ما يعرض عليه قوم يساومونه على دعوته ودينه، هل يتخلى عن ذلك قيد أنملة؟ شوف شوف، يجي واحد لقيتان تتكون في البيرو وانت الوحيد اللي ما تقبضش الرشوة، وانت الوحيد اللي يجي في الوقت، وعارفينك الناس بأنك صاحب مبدأ ثابت وأنك تخاف الله في هذه، ويبقوا يجي وعندك يبقوا يقولك يا صاحبي اتقوا الله ما يمكنش، وبعد غدا تمشي تشرب معهم القهوة ومن بعد تمشي تقصر معهم، ومن بعد يعطوك يقول لك هالبركة إن شاء الله رجبنا. فتالي واش غادي، هل سيثقون فيك؟ هل سيسمعون لك؟ هل ستبقى في عينهم في المنزلة التي كنت من قبل حينما كنت ثابتا على المبدأ؟ إنك لو تنزلت على المبدأ قيد أنملة ما صلحت لهذا الدين، إنما يصلح لهذا الدين من ثبت في كل الفتن. الله، فجاءه المشركون قائلين يا محمد إن قومك عارضون عليك أمورا فاقبل إن شئت منها ورد ما شئت. قال تكلم يا أبا الوليد،
قال يقول لك قومك إن كنت تريد بالذي جئت به مالا، المال الأورو اللي خلق عباد الله يدورو، الأورو اللي الرجل خلق مرته وزوجها للنصراني من أمة محمد، الأورو اللي خلى الناس تمشي تهرب في القوارب نتاع الموت ويخدموا في الخنزير يسرحوا الخنزير الاسبانيول، الأورو اللي خلى الإنسان تاعنا تحرق وتمشي تخدم فواز في الفراز في الفراز، تترك راجلها ويشرط عليها اسبانيول يجيبوا غير المزوجة، خس المزوجة هي اللي تمشي وتخلي وليداتها يرضعوا، وأنا نعرف الباينين يبكي ويتوسلون إلى النساء وتذهب النساء على ست شهور ويجلسوا في مال وقته كله ويسمحوا في الراجل ويسمحوا الأورو الأورو فتنة أمتي في النساء والمال. يا الله أنا كنشوف الإنسان يعجبني إذا رأيته يعجبك جسمه وأن يقول يسمع لقوله، لكنك حينما ترى تصرفه تجاه المال بريق المال رأيت حتى العلماء حتى الدعاة حتى من ذهب ليدعو إلى الله من يرتزق بالدعوة، أي يجعل الدعوة الثمينة وسيلة للارتزاق في الدنيا الفانية. أبعد هذا الهبوط هبوط؟ أبعد هذا الهبوط هبوط؟ واتلو عليهم، ما كانش حاجه جديده، كلشي كاين في القران. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا، العلماء فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض، اخلد الى الارض. ويعطي ربي المثال، يا للمثال المقدس، يا للمثال المقزز، يا للمثال المنفر. عالم أوتي الآيات أوتي الحكمة ولو شاء الله لرفعه بها إذا عمل بها، لكنه لم يرد العمل بها، جعلها وسيلة للارتزاق، جعل أغلى ما يمكن أن يكرم الله به عبده سببا ووسيلة ليعقتات في الدنيا. يا الله، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. لا إله إلا الله. يا محمد إن كنت تريد بالذي جئت به مالا، هذا سيد الثابتين، جمعنا لك فصرت أكثرنا مالا. الرصيد في البنوك، في ليسات، مرسيدس، رويس رويس، طائرات، جزر خالدات، ايه يا سيدي، هناك هناك كاين اللي راه يكري الان لوطيل فين؟ في السماء، راهم يكريو بالملايين. المشروع الجديد هو يكريو الناس في السماء لوطيل، وشحال ديال العرب من شبه الجزيره هم كراو كراو باش يفوتوا ثلاث ايام. لا اله الا الله. وان كنت تريد بالذي جئت به ملكا، السلطه، فتنة السلطة، فتنة الكرسي، فتنة السلطة، يبتلى الإنسان بالسلطة. إن كنت تريد بالذي جئت به ملكا ملكناك علينا فلنبرم أمرا إلا بمشورتك. وإن كنت تريد بالذي جئت به نساء ولم ترضى نفسك نساء العرب، ضربنا أكباد الإبل لكي نأتيك بالشقراوات من بني الأصفر وبني الأحمر. وإن كنت تريد بالذي جئت به أو كنت ترى أنك إنما أصبت برئ من الجن بمرض، طلبنا لك الطب فلا نقيل ولا نستقيل حتى يبرئك الله، وما يقولش الله، حتى تبرأ من علتك. قال، شوف الأدب بتاع الحوار، انتهيت يا أبا الوليد؟ كملت؟ كملت زوادتك؟ خرجت دوارتك؟ كملت صافي؟ صافي عندك هالشي فين وصلت؟ وصلت كاع الدنيا، الكرسي دنيا، السلطة دنيا، الملك دنيا، النساء دنيا، المال دنيا، وكل شيء هالشي دنيا، دنيا دنية وفانية. يا الله أنا أسألك شي حاجة كبيرة، هذه عند المؤمنين هذه أحواج كبار، هذو أحواج كبار. اسمع سيدنا رسول الله اسمه كيقول، اسمه يؤتى بأنعم أهل الأرض في الدنيا من أهل النار، ما خللت حواس ولا مكلة ولا شراب ولا نساء ولا تحواس في السماء ولا في الأرض ولا في البحر. فيقول الله لزبانيته قبل أن أتحدث وأحدث عبدي هذا أغمسه غمسة في النار، يغمسه بحلق في الدوية، دخلوا وخرجوا. اسمع يا أخي الإسلام،
افتح مسامع قلبك يا من يريد تضيع الخلود بأيام قصيرة في الدنيا يا الله، فيغمس غمسة في النار فيخرج وقد احترق، فيوقف بين يدي الجبار الجليل جل جلاله سبحانه وحده لا إله إلا الله، فيقول لعبده: هل رأيت في الدنيا من نعيم قط؟ وهو أنعم أهل الأرض، يقول رب وعزتك وجلالك: ما رأيت نعيما في الدنيا قط. فكانت غمسة واحدة في النار كافية لكي تنسيه كل نعم ولذائذ الدنيا. صلوا على الحبيب. الله ربي ولا أشرك به أحدا. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الإيمان، وقبل أن يوقف بين يدي الجليل الجبار سبحانه أن يكلمه قال لملائكة الرحمة: قبل أن أكلم عبدي أغمسه غمسة في الجنة في رحيقها. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. لا إله إلا الله. فيغمس العبد المؤمن الذي عاش الشظف في الدنيا غمسة واحدة في الجنة، فيوقف السعيد بين يدي ربه، فيخاطبه ربه وليس بينه وبينه حجاب، فيقول: عبدي، أرأيت من بأساء في الدنيا قد؟ فيجيب مجيب اليقين: يا رباه عزتك وجلالك، ما رأيت من بأساء في الدنيا، فكانت غمسة واحدة في الجنة كافية لكي تنسيه جميع شظف حياة الدنيا. صلوا على الحبيب. تعرضون على الحبيب أمور الدنيا هاته: أنتهيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. تكلم يا ابن أخي، تكلم أسمع لكي أرد جوابك على مشرك قريش. قال: يا أبا الوليد، أنا ما جئت بالذي جئت به أطلب المال فيكم أو الجاه فيكم أو الملك عليكم أو النساء، أنا جئت بالذي جئت به أطلب منكم أمرا واحدا، أريد أمرا واحدا لا غير، ثبات. أنا لا يهمني هذا الذي تتحدث عنه أنت. إيش من دنيا هذه؟ أنا ناكل الورق، أنا نبيت تحت القناطر، أنا اللي يهمني مرضات ربي، ألقى ربي وهو عني راب. أنا نسف التراب على الدين اللي سفت الناس التراب، اللي حوصرت كما حوصر إخواننا في غزة، لا يدخل حتى الهواء. ولذلك أفضل الخلق بعد الأنبياء المبتلون، وإنما يحاصرون من قبال إخوانهم العرب. العرب العرب. أي دين هذا؟ أية ملة هاته؟ أتسلم أخاك؟ أتحاصر أخاك؟ أتكون وبالا على أخيك؟ أيضرب الأطباء في غزة فيأتي المريض الطفل فلا يجد في المستعجلات من يقوم بأوده، فيلفظ أنفاسه الأخيرة لأن الطبيب مضرب؟ يا الله يا الله، إليك نشكو ظلم القريب قبل البعيد. فتنتك في أخيك أشد من أي فتنة في الأرض. يا الله، أنا ما جئت بالذي جئت به أطلب منكم هذا، أنا إنما جئت بأمر واحد أريده منكم، أنا أريد منكم ما يريده الله منكم، أن تكونوا عبيدا لله. أنا جئت لكي يخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. أنا مقصدي هو أن تعبدوا الله. قولوها تفلحوا، قولوها تفلحوا، لا إله إلا الله. فقرأ عليه القرآن من سورة فصلت، فلما وصل إلى آية فيها قرع نذير شديد قرع به سمع أبي الوليد
فإذا به يقول حسبك يا ابن أخي حسبك، فانتقع لونه فعاد إلى المشركين بغير اللون الذي ذهب به، حتى رأوا ذلك فيه من بعيد قالوا لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به. الله الله الله، الثبات الثبات. وإذا قلت إن الله تعالى حينما يقول أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، معناه أن الله لا يعلم. سبحان الله، قبل بالفتنة، أيحتاج ربك لكي يفتنكم حتى يعرف ما في قلوبكم؟ لا لا، لكن اقتضى عدل الله وحكمته أن يحاسبك الله ليس بناء على علمه فيك، فعلمه فيك هو علمه فيك شامل محيط، لكن اقتضت حكمة أن يحاسبك بينك وبين نفسك لكي تعترف أنت بالتقصير، حينما يقال لهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، هو يريد منك أنت أن تقر بأنك فشلت، أما الله يعلم. فليعلمن الذين صدقوا، أي لكي تعلم أنت، لكي تعلم أنك أنت حينما ابتليت ضعفت فتعلم فترى ذلك، أما الله علمه شامل. فهمت هذه ولا فهمت؟ وش مفهوم ولا مفهوم؟ مفهوم ولا مفهوم؟ إن الله لا يحاسبك بناء على علمه فيك، فعلمه فيك علم شامل، يعرف قبل أن تبتلى من أنت، لكنه يريد من وراء الفتنة لك أن يفضحك أمام نفسك حتى لا تحتج عليه يوم القيامة إذا أدخلك النار. الله، أرضينا بالله ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وحكما، وصلى الله على حبيبنا محمد. الله يبتليك ليمحصك، هل الله تعالى في حاجة لكي يبتليك حتى يعلم أنك مؤمن صادق أم كاذب؟ لا، اقتضت حكمة الله أن لا يحاسبك بناء على علمه فيك، فعلمه شامل، ولكن يريد أن يفضحك أمام نفسك لكي تشهد بنفسك على الخذلان يوم القيامة، حتى لا يكون لك لسان احتجاج بين يدي ربك على ما تؤول إليه نهايتك. صلوا على الحبيب. فهمت هذه؟ فهمتها؟ فهمتها سيدي؟ فهمتها؟ الله الله الله، هذا رسول الله، قصصه في الثبات لو سرت تتتبعها لما انتهيت. رسولنا الأكرم بعد غزوة بني المصطلق، ثبات في المال، في فتنة المال، ثبات في النساء، ثبات في الشهوات، ثبات في الشبهات، ثبات في الجهاد، ثبات في القتال، ثبات في الوغى، ثبات في الصدق في المواقف، ثبات في الوفاء بالعهود، ثبات في الأمانات، ثبات في كل أمور الدين أصولها وفروعها، ثبات ثبات ثبات. لو استخلصت محمدا لقلت هو الثبات. صلوا عليه. الله، في بعض الغزوات وحينما رجع الحبيب، صلوا على الحبيب، ما رانيش نسمع واش قضت عليكم رمضان غير 6 أيام. صلوا على الحبيب، زلزلوا المسجد بالصلاة على الحبيب، صلوا على حبيبي رسول الله ونور قلبي، أشتاق إليك حبيبي لأرحل إليك عاجلا، حبيبي يا رسول الله صلوا علي. يا من أفنى حبه في ليلة، حبي فيك يا حبيبي لا نظير له. صلى الله على الحبيب رسول الله، صلى الله على الحبيب رسول الله. فأمر المعسكر أن يستريح، فذهب الحبيب إلى شجرة فنام تحتها وعلق السيف. فقدان الحياة في لحظة لا تنتظرها هول كبير، وصدمة نفسية لا يثبت أمامها إلا الراسخون. وإذا بأحد المشركين كان يترصد خطى المعسكر ويقترب من شجرة النبي وقد أسلم النفس لباريها، وأخذ السيف فوضعه في يده حتى اطمأن بيده واستمسك
بيده ثم وضعه على رقبة الحبيب صلى الله عليه فوكزه بالسيف. قم يا محمد. فقام الحبيب صلى الله عليه. يلي تغلبك المرأة يلا السعيدية دير كما يدير المرأة ولا انت يا غالة يا غالة المرأة يا وعدية 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 غلبت خمس قطارات خليتهم تاع الورث حرمت منهم بناتك وتعطيتهم للاخرين يا وعدية 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 غراتك الماندا تاع مرتك وبقيت تاكلها وديت الموظفة يا ربي على خمسة دورو النيران شعلة ما بينه وبين مرته. واحد خويا مدين مشى لفرنسا ودا مرأة ملتزمة داها صغيرة قالت له راحنا محتاجين نبني والدار خليني نمشي نخدم. قال لا روحي تخدمي. خدمت عند يهودي. اليهودي كل مرة تنظف له المكتب. اليهودي كل مرة يفوت لها على وجهها فوزات سمباتيك فوزات سمباتيك وكل مرة كيخلص لها يزيد لها 50 أورو. وإذا بهذه الأخت زوجة الأخ ماشي أخي فيه في الدم أخونا فيه في الله أخونا أخونا جارك أخوتنا إيه يا سيدي. فأصاب منها ما يصيب الملعون خارج إطار الزواج. المدين اللي يصلي ويوعظ فمرض الرجل فذهب به إلى المستشفى فقالوا ويحك لقد أصبت بمرض الأيدز. قال أنا الرجل المستقيم ديننا لا يسمح لنا أن نتعاطى للزنا. أنا ما رأيت مرأة في الحرام لا في الصغر قبل الزواج كيف أصاب؟ قالوا ما عندنا ما نقول لك أبوزيتيف الدم ولكن جيب المرأة بتاعكنا جيب المرأة بتاعك نشوفها. فقاموا بتحليل دم المرأة فوجدوها قد أصيبت بالسيدة. من أين جاءها السيدة؟ من اليهودي من ناشر الفساد الملاعين تخدم برضك عند اليهودي الأورو ها؟ فلما أخبر بأن السيد الذي أصابته من زوجته وأصيبت الزوجة من قبل اليهودي الملعون التي كانت تعمل في مكتبه قال لهم ما تخرجونيش منا من هنا قتلوني أنا اللي في العيب. جبت المرأة تاعي كانت تجلس في دارها والفليسات يقدوني مالني أنا مالني واش غادي نعيش الخلود ها غادي نعيش الخلود. أنا سمحت لها وسمحت لها باش تمشي مع اليهودي. أنا ما تخرجونيش من هنا إلا إذا أخرجتموني جثة هامدة. أنا من قضى على امرأة. أنا من كنت سببا في دخول زوجتي لجهنم. أنا من كنت سببا فيما أصابني. ويحي وويح من يمشي مشيتي ويتبع أثر. لا إله إلا الله. ما لهم هذو ما بغوش يحيوا هذا المغاربة ما لهم. علاش دتهم قاعد الدنيا علاش؟ علاش يطلقوا نساء تاعهم ويزوجوها للرجال علاش؟ علاش كثرتوا هاد الشيء علاش؟ علاش حمقتونا علاش؟ علاش تجيو تسقسيونا تقول لنا الزواج الابيض واش مشروع ولا ماشي مشروع؟ واش هذا هو الدين بقى لنا غير الزواج الابيض والزواج الكحل والزواج مالكم بغيتوا تهبلوا بالناس علاش علاش؟ كل نهار تجي انا راني طلقت انا راني رجعت كذا الزواج مالكم هاد الشيء اللي كاين؟ افتنتم بالاورو فتنه ما توصلوا لهاش حتى مالكم مالكم صافي الدنيا هي كل شيء الدنيا هي كل شيء. من يحميك مني يا محمد؟ فتنة. من يمنعك مني؟ لو كان شي واحد ولد عمي أمه واش ما بغيت نعطيك هاس ورحي في أمريكان دارين بلاكات شو عالم الجريمة إذا خرج عليك صاط يسطو فاعطيه المال قبل أن يطلق الرصاص يعاونوك على اشتا كده يقول لك إلا خرج فيك شي واحد يبغى يديلك الفلوس أعطي له اللي عندك قبل ما يطلق عليك الرصاص اللهم فلوسك ولا روحك ماشي واحدين يديوا الفلوس ويظل يضرب قال له علاش قال له بغيت نعرق فيهم ما بغاش يدي غير الفلوس. أنا هذيك في تاكسيات مسكين مشامور في تاكسي أرى الفلوس أعطاهم لنا في لجنة المساكين هذه واحدة 7 أيام
أعطي له كاع الفلوس وفتلي بقوا يبعجوا فيه بالخدمة. أنا كنت ديته الفلوس وعلاش أنا؟ لا قال لك على كل حال باش نكونوا خدمنا. العمل أخويا عملوا واش دير الفلوس بلا حاجة؟ خصنا ندقوا شوية. لا لا إله إلا الله ربي ولا أشرك به أحدا. لا إله إلا الله ربي ولا أشرك به أحدا. من يمنعك مني الآن يا محمد؟ صلوا علي. انظر إلى الرجال تهتز الجبال من أماكنها ولا تهتز قلوب الموحدين إذا سكن الله قلوبهم. خرجت الدنيا من القلب، خرجت الشهوة من القلب، خرجت الأمراض متاع القلب، فبقي القلب قويا بالله. الله. رجل كابن مسعود في 50 سنتيم ورجله دقيقتين كالمغزل يصعد إلى شجرة الأراك استجابة لطلب النبي لكي يأخذ منها الأراك، فعجب الصحابة من دقة ساقيه فضحكوا، قال: أتضحكون وتعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ فوالذي نفسي بيده إنهما لأثقل من جبل أحد يوم القيامة. قلب خرجت منه كل الفتن وصار أبيض مستنير بالله، لا يرى إلا بنور الله ولا يتحرك إلا بالله. مجرد ما قال له من يمنعك؟ قال: الله. من يمنعك؟ الله. بكل صدق، ماشي أمريكان، لن تحميك أمريكا ولا روسيا ولا الكفرة. ليس لكم إلا رب واحد تلتجئون إليه ليخرجكم مما أنتم فيه من محن الاستذلال والاستسلام والخذلان. الله. إذا سألت يا ابن عباس فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم يؤكد فيقول: رفعت الأقلام وجفت الصحف. صافي، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. صافي، طريق واحدة، طريق العز، طريق التمكين، طريق الرفعة، طريق الحضارة، طريق التنمية، طريق الإقلاع الاقتصادي، طريق التمكين السياسي، طريق الأداء التربوي المميز هو طريق الله. ومن حاد عنه ذل واختل وزل وضل واضمحل. الله. فلما سمع الرجل كلمة الله خرجت من قلب مفعم بحب الله ارتجف وارتعدت فرائسه وسقط سيفه، فأخذه النبي بكل تؤدة فوضع السيف على رقبته. ومن يمنعك مني الآن؟ هذا ما يعرفش ربي. يا ولد عمي، يا حبيبي، العفو يا محمد، أناشدك الرحم. قال: شريطة أن لا تعود لقتالنا مع المشركين. قال: هذه لك. قال: تؤمن؟ قال: لا. قال: اذهب فأنت طليق، قد عفوت عنك. فخرج الرجل يجري ولم يصدق ما وقع. قبلت غادي يقتله والآن يعفو عنه. يا الله. فجرى الرجل تجاه قومه وهو يصرخ ولا يملك نفسه من إطلاق هذه الصرخات التي دوت في المنطقة، يسمعها القريب القاصي والداني وهو يقول: أيها الناس، أيها الناس، أسلموا فقد جئتكم من عند خير الناس. الله 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 الله. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا. بغيت تدي الإمامة في الدين بالدفيج بالهضرة؟ بغيت تدي الإمامة في الدين بالشعارات؟ لا 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 لا، لا بد من فتنة. الإمام أحمد قال بأن القرآن غير مخلوق والمأمون خليفة المسلمين يطلبه،
وحمل إليه مكبل على الجمل، وجاء الجمال، وجيء بإمام أهل السنة، وقد فتن في الدين، ومعه شاب يسمى محمد بن نوح يتبعه فيما يقول. فيقول محمد بن نوح للإمام أحمد: إنك رأس في الناس، وأنا هيئتي ليست كهيئتك، أنا من عامة الناس، إن عذبت صبرت أم لم أصبر فإني أتحمل وزري لوحدي، أنا لست قدوة للناس. لكن شو الوصية انت الشاب التلميذ؟ لكنك أنت رأس في الناس، وأخاف إن زللت أن تزل بزلتك الناس، فزلة عالم زلة عالم، زلة العالم يزل بزلته العالم، فاثبت لكي يثبت الناس بك، فإن لك أجرك وأجر من ثبت بثباتك إلى يوم القيامة. فمات محمد بن نوح في الطريق وصلى عليه ودفنه، ثم رحل إلى المأموم، وجاء أهل السجن، وكان من أهل السجن سجين، فقال له: من منكم أحمد بن حنبل؟ قال: أنا. قال: أثبت، وإن لم تمت وإن لم تقتل فستموت، ثبت. قال له الإمام أحمد: لكن الصوت صعب يا رجل. قال: لقد جربت الصوت من قبلك وغير الباطل، فجربه أنت في الحق، كاين اللي راه ياكل الدق غير الباطل، يدير لك صداع بالخمر ومع النساء ديال الحرام يمشي لجهنم. بعدها لا تعطي نفسك، اعطيها للحق، النفس غالية، اعطيها الحاجة اللي أغلى منها، أتعطي نفسك لمن هو أهبط؟ قال له: سمعت له، مت عزيزا أو عيش عزيزا. وسألتني عن الصوت، أخبرك أنا من يخبرك؟ مش ربي يقول: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ أنا مول الذكر في هذه، أنا نخبرك على الزلاط، أنا اللي قالك سيد ربي سقسيني في هذا الموضوع، فسألوا أهل الذكر. فالمسؤول هنا في هذا المجال هو المختص فيه، ولا تجد مختصا في المجال كهذا الذي أمامك. اسمع يا إمام، إن هي إلا ضربة أو ضربتين، صوت أو صوتين، ثم بعد ذلك لا تشعر أبدا. قال: فزادني يقينا وثباتا. قال: فما نفعني أحد في وصاياه لتثبيتي على الحق كما أوصاني هذا السجين، غفر الله له ورفع قدره وجعله مع نبينا يوم القيامة. فسجل الله هذا الموقف لهذا السجين، ويبقى مسجلا إلى يوم القيامة، يعلم إمام أهل السنة الثبات. الله 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 الله. فجيء بالإمام أحمد ونزع ثيابه. القرآن مخلوق؟ القرآن كلام الله. اجلد. بسم الله، الصوت الأول بسم الله، ثاني الحمد لله، ثالث الصلاة على رسول الله، الرابع أما بعد فإن القرآن كلام الله. الله. فلما أكثروا الصياط على ظهره بكى أتباعه، وكان في تلك اللحظة يبتسم ابتسام الفرح المسرور. فلما فرج الله عنه كربته سأله التلاميذ: كنا نبكي عندما نرى الصوت على ظهرك يلفحك وكنت تبتسم. قال: أنتم كنتم ترون يد الجلاد وكنت أرى يد الجواد. ثبات. الإمام مالك يجلد ويقول في سكك المدينة: بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، إن طلاق المكره لا يجوز. أراد الحكام أن يفرضوا على الإمام مالك أن يجيز طلاق المكره، لأن كل أمير عجبته الشمرة عند شي راجل يطلقها له ويديها. أما بعد: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، ألا إن طلاق المكره لا يجوز. الله 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 الله. سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، يدخل مكبل الأيدي بين يدي
طاغوت الأمة هذا المؤمن الحجاج. يقول اسمك؟ يقول سعيد بن جبير. يقول بل شقي بن كسير. قال أمي أعلم من اسمي منك. قال شقيت وشقيت أمك. قال لو علمت أنك تعلم أنني وأمي أشقياء لعبدناك، فلا يعلم ذلك إلا الله. الله، فدار الحديث، فقال لأصلينك نارا تلظى. قال عجبت لجرأتك على الله وحلم الله عليك. فابتسم فقال ردوه. قال اذبحوه بين يدي، اذبحوه. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. قال اقلبوه ووجهوه إلى غير القبلة. قال فأينما تولوا فثم وجه الله. قال اقلبوا وجهه واجعلوا وجهه إلى الأرض. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال اذبحه. قال انتظر يا حجاج. قال انتظر. قال خذها لتلقاني بها يوم القيامة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، واعلم أنك ما قتلتني قتل إلا قتلتك مثلها يوم القيامة. فالبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين وتدان. واسمع، لقد نهتني أمي أن أدعو على أحد لأنني مستجاب الدعوة. مع القس كانت ديك نتاعو يوذن، واحد النهار ما وذنش الفجر وناض متوخر، قال للديك ما وذنش قطع الله صوتك من فما عمره ما وذن، دعا للديك هذا سعيد. قال فيه ابن عباس صاحب رسول الله: قتل الحجاج بن جبير وما على الأرض إلا وهو محتاج لعلم سعيد. هذا قال شكون؟ ترجمان القرآن. الله. قال نهتني أمي عن أن أدعو عليكم. بل كنت دعي عليك ذر كنت بشي مالك مالك، لكنني قضاء الله في أحب إلي ما أريده فيه. الله يريد لي الشهادة وأنا نبغي شي حاجة أخرى. لا، قضاء الله في أحب إلي من رأيي فيا. اسمع اسمع، أنا سأدعو لكن لا أدعو لنفسي. يا رب لا تسلطه على أحد بعدي فأكون آخر من يقتله. فظل بعده 15 يوما يكابد الليالي، كلما نام صرخ ويقول مالي ولسعيد فإنه يخنقني، حتى مات. سعيد، سعيد بن جبير حسن البنا، أدخل الإخوان إلى السجن في 48، وقال لهم أدخلوني مع تلامذتي، قالوا لا، فعلم أن ثمة أمر يدبر بليل، فأطفئت الأنوار في ذلك الشارع الذي يوجد فيه مقر الإخوان، وجاءت سيارة مصفحة فأطلقوا رصاصات غادرة على جسمه القوي، فتحرك بعد أن دافع وأخذ الهاتف وهاتف الإسعاف، لكن الإسعاف بيدهم هم، فأسعفوه بإسعاف، جاءوا فحملوه، وهناك أتموا عملية تصفيته. وعلى الواحدة صباحا في روما عاصمة الكنيسة الكاثوليكية سمع المسلمون قرع أجراس تلك الكنائس، فقال المسلم: ما الذي حدث؟ اليوم يوم عيد في أوروبا؟ قالوا: لا، لقد قتلنا أعدى عدونا في الشرق، حسن البنا الذي جدد الله به الدين في القرن العشرين. سيد قطف، قل كلاما تتنازل به الذي كتبته في معالم الطريق. قال: إن السبابة التي تشهد بالله ربا 5 مرات في كل صلاة تعبى 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 أن تتوجه بالتعظيم لأحد، تعبى. قالوا: تنازل، قل كلاما يعفى عنك. قال: لقد رأيت رسول الله جاءني قبل الصبح فأخبرني أنك تبيت عندنا، فاصبر يا سيد. شهيد القرآن كتب رضي الله عنه كتابه العظيم في ظلال القرآن في السجن،
وعمره 66 عاما وعاش بي برئة واحدة. الله، ماذا يريدون من هؤلاء؟ ماذا يريدون من هؤلاء؟ عبد الحميد كشك أخذ وقيل له إنك ارتكبت جريمة، قال وما هي؟ قال خطبت في الناس بقل هو الله أحد. جريمة، جريمة، لأن النصارى الأقباط يقولوا إن الله ثالث ثلاثة. قال أود الله يهديكم، هذا قرآن. قالوا هناك جريمة أخرى، واسمها؟ قال لقد خرجت في المظاهرات تقودها. قال نعم، ما ما نشوفش قاع حتى هذه أنت تقود المظاهرات. قالوا لا، إننا نأمرك أمرا لو فعلته لنلت كل شيء. قال ما هو؟ قال أن تخطب الجمعة القادمة فتعلن وتفتي في المسلمين أن سيد قطب من المفسدين في الأرض، فيجب أن يطبق عليهم حكم الحرابة، يصلبوا وتقطع أيديهم. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله أفعل. ما معنى إن شاء الله أفعل؟ إن شاء الله أفعل ما يرضي الله. فصعد على المنبر وخطب وشنع عليهم فعلتهم فأخذ إلى السجن. قال فدخلت السجن، الزنزانة رقم 19 وأنا أعمى، فمسحت هذا الجدران ووجدت الجدران يتقاربه زوج ميت، فأطلقت قدمي وصلوا الحيط، جيت ندير هاك ما توصلنيش، فخلعت عمامتي ووضعتها تحت رأسي فاستسلمت، فإن النوم راحة يسكبها الله على عباده. إذ يغشيكم النعاس أمنة، أمنة، انتظر الليل فهو أنيس المستوحشين، ينام الخلق ولا ينام ربك، كن مع الله فإن كنت مع الله فلا تحزن، وإن كان الله يحبك فعلى أي شيء تخاف. يا الله. قال فأخذتني سنة من النوم فرأيت أبا بكر الصديق على يمين قبر الحبيب صلى الله عليه، قال السلام عليك، إن صاحب القبر يقول لك أنا عرفتني، أنا ثاني اثنين، أبو بكر الصديق صاحب القبر هذا يقول لك، فيشير إلى قبر النبي، إن ربك يقول لك ربي ربي ربي، فاصبر إنك بأعيننا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وكسر ظهراه وأسفا على أمة أضاعت دينها، وكسر ظهراه ضيعت الأمة سر عزها، فلو اتقت ربها لرأت العجب العجاب. أقسم بالذي فطر السماوات والأرض لو اتقى الناس ربهم لأراهم منه العجب. هو في الغار وحيدا والمشركون على رأس الغار، ويقول صاحبه لو كلف أحدهم أن ينظر إلى موضع قدمه لرآنا، فيقول الثابت الصادق المصدوق يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. فهل يغلب من كان الله معه؟ موسى يقول قوم إنا لمدركون، من ورائهم شرذمة، فيقول كلا إن معي ربي. سيدنا النبي قال إن الله معنا، أمة محمد قال ربي معها. لك سيدنا موسى عرض بني إسرائيل شكون هما في السعين قلبوا، وصدق حينما قال إن معي ربي. فمعية الله مع واحد يحمي الله بها القوم كله، فكيف إذا كان معنا؟ فأمة محمد الله معها كلها، والأمم الأخرى فالله مع أنبيائها. فأمة محمد الفرد منها يشبه النبي في معية الله الخاصة به. الله 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 الله. محمد بن عبد الكريم الخطابي، موحى وحمو الزياني،
يقاتل الفرنسيين هناك في جبال الأطلس، وابنته ترمي بالرشاش وتجابه الرصاص بصدرها، فقتلت شهيدة بين يدي والدها موحى وحمو الزياني، وإذا بهم يساومون، فيظل كالأسد الهسور يقاتل حتى لقي الله شهيدا. عمر المختار في ليبيا، رجال 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 ثبتوا وحمل الله على أكتافهم أمانة تبليغ الرسالة، ليثبت الله بثباتهم الأمة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. ما لأمتي ما لها، صرختي لأمتي أن يا أمتي فضلك ربك بالوحي وأعزك بالقرآن وأكرمك بالطاعات، فلم تركت كل هذا؟ لم تركت؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. أتبتغي العزة عند رايس مصاصة الدماء التي تجوب في رمضان بلادنا لتشهد شهادة الزور على تسليم المقدسات والتنازل عن الثوابت؟ عزتكم عند هذه؟ يا الله. أعود إلى الموضوع بعد أن سرنا في تاريخ المسلمين مع الثابتين، وأقول: لماذا يبتلينا الله؟ أولا ليعرف الله، ثانيا ليمحص إيمان العباد، ليميز الصف بين من رسخت حقيقة الإيمان في قلبه وبين من جعل الإيمان شعارا يبيع به ويشتري في الدنيا. ولنا عودة لنتم الإجابة على هذا السؤال قبل أن ننتقل إلى محاور الموضوع الأخرى. يو أحبابي الله يرحمنا، الله يروحنا على خير. لا يا رب يعني.